السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنتاغون يخالف التوقعات الأوروبية ويعلن مكان وساعة سقوط الصاروخ الصيني. خليكم معانا لما نشوف الصاروخ هيسقط فين، وما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. نقلت شبكة سي ان ان الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع توقعات البنتاغون للمكان المحدد الذي من المحتمل أن يسقط فيه الصاروخ الصيني مساء السبت. وقالت المحطة الأمريكية نقلا عن المصدر العسكري أنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الذي أطلقته الصين في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان وفقا لسكاي نيوز عربية. وأضافت القناة أن وزارة الدفاع الأمريكية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينيتش يوم السبت. بحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الحطام سيقع ما بين الساعة 23 27 يعني الساعة 11 و27 دقيقة و 5 و27 دقيقة فجر السبت بتوقيت جرينيتش. وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق لونج مارش 5 بي الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها عودته اللاطوعية إلى الأرض. ويأتي توقع وزارة الدفاع الأمريكية مخالفا للتوقعات الأوروبية التي تنبأت بوقوع حطام الصاروخ في منطقة البحر المتوسط. وقام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ لونج مارش 5 بي الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ. وكان الصاروخ الصيني لونج مارتش 5 قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج عن السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.